السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوف القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هقدم لحضراتكم وصفة لعلاج مشكلة القولون، لكن في بداية الحلقة حابب أقول لحضراتكم لا يعتد بالوصفة كمرجع طبي، وفي حالة تعاطي أدوية لأمراض مزمنة في الحالة ديت يبقى تمتنع عن استعمال الوصفة لاحتمالية تعارض شراب البابونج مع تركيبة الدواء، وبالتالي مرجعك هنا هو الطبيب المختص. وده بالنسبة للأدوية أو بالنسبة للمعاناة من أي أمراض مزمنة. المكون اللي هنستخدمه النهاردة في الوصفة وهو البابونج المجفف. بيعتبر البابونج المجفف مادة فعالة في التخلص من السموم المتراكمة في منطقة القولون، وبيعمل على إذابتها وإخراجها مع الفضلات. طريقة تحضيره سهلة جدا. كل اللي هنعمله إن احنا هنبدأ نيجي ناخد ملعقة صغيرة من البابونج المجفف. بعد كده هو نقدر ان احنا نزود عليها الماء المغلي، وبعد كده نبدأ ان احنا نغطي المشروب دوت ونسيبه لمدة من ربع ساعة لحد 20 دقيقة. بعد كده نبدأ ان احنا نشرب المشروب دوت مرة واحدة في اليوم. المشروب دوت بيعمل على تهدئة القولون العصبي، وبيخفف من الآلام اللي ممكن تنتج عن مشكلة القولون العصبي. كمان بيحد من آلام وتشنجات الأمعاء، وبيخفف من الغازات، وبيعالج انتفاخ المعدة. بيعالج كتير من مشاكل الجهاز الهضمي، واللي من بينها مشكلة القولون العصبي، وبيعتبر ملطف لالتهابات القولون. وزي ما قلنا ان هو بيعمل على التخلص من السموم المتراكمة في منطقة القولون، وبالتالي إذابتها وإخراجها مع الفضلات. أما بالنسبة للمشروب دوت له بعض الفوائد العامة اللي ممكن نحصل عليها. بيعمل على تهدئة الجهاز العصبي، وبيقلل من حالات الأرق. كمان بيخفف من الهالات السوداء حول منطقة العينين، وبيخفف من آلام الدورة الشهرية، وبيعالج جروح الجلد والحروق. بيخفض السكر المرتفع في الدم، وبيحمي من نزلات البرد، وبيعالج مشاكل نزلات البرد. ممكن نستخدم يا جماعة كمان المشروب دوت، ممكن نستخدم بعض المشاريب والأعشاب الأخرى لمعالجة مشاكل القولون زي النعناع، واللي بيساعد على ارتخاء القولون العصبي وطرد الغازات. كمان عشبة الشمر بتعمل على طرد الغازات، وبتخلص من الانتفاخات، وبتنشط من حركة الأمعاء. عشبة الميرامية اللي بتعالج التهابات القولون، وبتحمي من الإصابة بسرطان القولون، وهي بتعتبر مضاد قوي لتقلصات الأمعاء. مشروب الزنجبيل، واللي بيعمل على التخلص من التهابات جدار القولون. كمان ممكن نشرب الكراوية، ودي علاج فعال لالتهابات الجهاز الهضمي والقولون تحديدا، وبتعالج انتفاخات البطن. ممكن نستخدم كمان الحلبة، واللي بتخفف من آلام القولون، وبتعالج الإمساك المصاحب لمشاكل القولون. ممكن كمان نستخدم مشروب اليانسون، واللي بيعمل على تهدئة الأعصاب وإزالة التوتر وتحسين المزاج العام، واللي بيعالج القولون العصبي. اما بالنسبة لمشروب البابونج، انا بنصح الجميع بعدم الافراط في شربه. نشرب كوب واحد في اليوم، ان شاء الله يدينا الفايدة ويبعدنا عن المشاكل. الافراط في شرب البابونج ممكن يزيد من الشعور بالغثيان والقيء والم البطن، وكمان الافراط فيه ممكن يعمل على ظهور طفح جلدي او بقع حمراء، والتهابات شديدة، وتورم في اماكن متفرقة من الجلد، وخصوصا للي بيعاني من الحساسية. اما بالنسبة لمرضى السكر او الضغط، بالتالي يمتنعوا عنه، وكذلك السيدة الحامل، لانه ممكن يسبب ضرر على صحة الجنين. فبالتالي يبقى يا جماعة زي ما قلنا في اول الحلقة، بالنسبة للحامل، بالنسبة لمرضى الامراض المزمنة، بالنسبة للاشخاص المصابين واللي بياخدوا ادوية بشكل دوري، في الحالة دي الرجوع للطبيب المختص افضل لاحتمالية تعارض مشروب البابونج مع اي مرض من الامراض،
أو مع تركيبة الدواء، فبالتالي المرجع الأصلي والصحيح هنا الطبيب المختص. أتمنى أكون حضراتكم استفدتم بالحلقة والمعلومة، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.